أكد مدير جوازات منطقة الرياض العميد سليمان بن عبد الرحمن السحيباني أن مديرية الجوازات تعمل عبر 5 مقار موزعة على عدد من محافظات المملكة، واحدا منها في العاصمة الرياض، لاستقبال الأخوة اليمنيين ممن يحق لهم الاستفادة من أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القاضي بتصحيح أوضاع الوافدين منهم بطريقة غير نظامية وإصدار هوية جديدة لهم بمسمى هوية زائر. هذا وأوضح للإخبارية مدير جوازات منطقة الرياض العميد سليمان السحيباني الآلية التي يتم عن طريقها استخراج هوية زائر. آلية وشيء أن المقيم اليمني أو الوافد مطالب بهوية من بلده، من السفارة اليمنية هنا في المملكة، يحصل على وثيقة من سفارة السفارة اليمنية. بعد حصول على وثيقة طبعا هناك إجراءات اللي هو يحضر مستضيف لليمني. الشيء الثاني حصول على رسوم، تسديد الرسوم في البنوك وحضور تقرير طبي، يحضر الأوراق هذه مع المستضيف. بعد التحقق من الوثيقة أو التحقق من الطلبات أنها مكتملة يتم تسجيله على نظام الحاسب الآلي، ثم ذلك يتم أخذ الخصائص الحيوية اللي هي البصمة. بعد استكمال التسجيل هنا ينتقل لمرحلة طباعة الإقامة اللي هي طباعة نسميها بطاقة زائر، ليست إقامة، هي بطاقة زائر. البطاقة هذه أنشأت لهذه الفئة فقط، يعني الأول مرة يعمل، الأول مرة تصدر البطاقة هذه اللي هي بطاقة زائر للعمل، لتمكن الوافد من التنقل والعمل بدون أي ما يواجه أي معارضة بالنسبة للقطاعات الأمنية أو التفتيش أو ما شابه ذلك.